بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. غنحاولوا نجاوبوا على الامتحان الوطني ديال السنة 2018. كما كتلاحظوا هنايا الدورة العادية، غنبداو بالمسألة، المسألة اللي هي كتعلق بالدورة الأولى كاملة زائد الجزء زائد الدرس ديال إلي مع ليكسبونسيل ديال الدورة الثانية مع التكامل. دونك اولا عندنا هنايا لتكون جي الدالة العددية المعرفة على R، دونك مجموعة تعريفية R المعرفة على صيغة او كما يلي: جي ل x كتساوي اكسبونسيال x ناقص x او كاري بلس 3x ناقص 1. قال لك سيدي الجدول الجانبي يمثل جدول تغيرات الدالة جي، هذا هو الجدول ديال تغيرات ديال الدالة جي. دونك هنايا قال لك تحقيق ان جي لي زيرو كتساوي صفر. نجاوبو على السؤال الاول. بسم الله. دونك اولا كبيره، غنبداو اولا لنتحقق لنتحقق أن جي لزيرو تساوي زيرو. لدينا جي لإكس تساوي إكسبونسييل إكس ناقص إكس أو كاري زائد 3x ناقص 1. مزيان. دونك جي لي زيرو تساوي اكسبونسييل 0 ناقص 0 او كاري موان 3 فوا 0 موان ز. اكسبونسييل ديال 0 هي 1، دونك هنايا دا يعطينا 0 موان 3 فوا 0 هي 0 موان ز، دونك ايتيغال 0. مزيان. السؤال الثاني، حدد إشارة جي لإكس على المجال صفر، على المجال ناقص لا نهاية صفر، على المجال صفر زائد لا نهاية. عندنا هنايا جي ديال زيرو، قلنا جي ديال زيرو شحال كتساوي؟ جي ديال زيرو كتساوي اش؟ زيرو. دونك هنايا جي ديال زيرو كتساوي زيرو، دونك الأعداد اللي كبر من زيرو هما الأعداد الموجبة، العدد اللي صغر من الزيرو هما الاعداد السالبه. انطلاقا هنا يعني نقولوا انطلاقا ولا من خلال جدول تغيرات الداله جي، لدينا لكل إكس ينتمي إلى المجال ناقص لا نهاية صفر، جي لإكس أصغر من الصفر، حيث هاد الأعداد هادو كدايرين سالبة من ناقص لا نهاية حتى صفر، هاد الأعداد كاملين سالبة. ولدينا لكل إكس من المجال أش مغلق، دونك هنايا من المجال صفر زائد لا نهاية جي لإكس
جي لي اكس اكبر او تساوي من الصفر، كذلك هنايا او تساوي، حيت الصورة ديال الصفر كتساوي صفر. مزيان، هادشي اللي مطلوب منا. غندوزو للثانيان، ثانيا كبيرة، قال لك لتكن الدالة اف المعرفة، عندنا هذه هي الدالة اف، دونك هذه هي الصيغة ديال الدالة اف. مزيان، سيدي اف منحى في معلم متعمد ممنظم، تحقق ان جي لي اكس تساوي، لنتحقق اولا، لنتحقق ان نتحقق ان اف لي اكس تساوي اكس او كاري على اكسبونسيال اكس ناقص اكس على اكسبونسيال اكس زائد اكس. لدينا اف لي اكس تساوي حسب المعطيات اش، اكس او كاري ناقص اكس كل عامل اكسبونسيال ناقص اكس زائد اكس. غنديرو النشر، غتعطينا اكس او كاري ضارب اكسبونسيال ناقص اكس ناقص اكس عامل اكسبونسيال ناقص اكس زائد اكس. دونك عندنا ناقص اكس، غنزلو هذا العدد هذا للمقام، غيعطينا اكس او كاري على اكسبونسيال اكس، كان ناقص الى جبناه المقام غيولي زائد، ناقص اكس على اكسبونسيال كان في المقام في البسط ناقص اكس، غنجيبو المقام يولي زائد اكس، دونك زائد اكس. هادشي اللي مطلوب منا. دونك هذا هي اف لي اكس. لو قال لك ثم بين، لنبين لنبين ان ليميت ديال الداله اف لي اكس في زائد لا نهايه تساوي شحال، عفوا تساوي زائد لا نهايه. لدينا ليميت اكس يؤول الى زائد لا نهايه ديال اف لي اكس تساوي ليميت اكس يؤول الى زائد لا نهايه. ما غاديش نعوضو اف لي اكس بهذا التعبير هذا هو، ولكن غنعوضو بهذا التعبير هذا، حيت هذا هو اللي سهل في الحساب. دونك غنعوضو بالتعبير اف ل اكس، اكس او كاري على اكسبونسيال اكس ناقص اكس على اكسبونسيال اكس زائد اكس تساوي شحال، لان ليميت اكس يؤول الى زائد لا نهايه ديال اكس او كاري على اكسبونسيال اكس كتساوي صفر، و ليميت اكس يؤول الى زائد لا نهايه ديال اكس على اكسبونسيال اكس كذلك كتساوي صفر. والليميت
ديال الحدانية أو الحدودية من الدرجة الأولى بجوار زائد لا نهاية، عفوا زائد لا نهاية بجوار زائد لا نهاية يساوي زائد لا نهاية. دونك هاد ليكسبغسيون هذا قلنا يعطينا هذا قلنا التعبير هذا غيعطينا شحال، صفر، هذا حتى هو صفر، هذا غيعطينا شحال، زائد لا نهاية. إذا الليميت كتساوي زائد لا نهاية. كتساوي شحال؟ زائد لا نهاية. مزيان. دابا بالنسبة للسؤال ألف جزء الباء، باء باء شنو مطلوب من نفس السؤال؟ باء احسب ثم استنتج ان من حيقبل مقاربا. هنايا غنذكروا بالخاصية، قلنا الى عندي قلنا الى عندي ليميت بجوار لا نهاية زائد ولا ناقص ديال الدالة اف لي اكس ناقص اكس زائد بي تساوي صفر، هذا شنو كيكاف بأن هاش سي دو اف يقبل مقارب يقبل مقارب مائل معادلته إيغريك يساوي أكس زائد بي بجوار لا نهاية. دونك إلا عندي زائد غنحتفظ على زائد لا نهاية، عندي ناقص غنحتفظ على ناقص لا نهاية. دونك هنايا قلنا هذا غير تذكير، دونك قلنا هذا تذكير، دونك في باء دونك في باء ليميت اكس يؤول الى زائد لا نهاية ديال الدالة اف لي اكس ناقص اكس تساوي ليميت اكس يؤول الى زائد لا نهاية. يعني غنخدمو كذلك في النهاية هنا على التعبير الثاني، هذا غنخدمو على التعبير ديال الدالة حيت هذا اللي سهل فيه الحساب، ما غنخدموش على هذا. دونك غتعطينا شحال؟ غتعطينا اكس او كاري غتعطينا اكس او كاري على اكسبونسيال اكس ناقص اكس على اكسبونسيال اكس زائد اكس ناقص هاد اكس هذا اللي عندي هنايا ناقص اكس. دونك غنختزل بهاد اكس هذا مع هاد اكس، غتبقى عندي كتساوي ليميت ديال الدالة ولا ديال التعبير اكس او كاري على اكسبونسيال اكس ناقص اكس على اكسبونسيال اكس. قلنا هاد التعبير هذا النهاية ديالو
التعبير هذا جوار زائد لانه كيعطينا صفر، هذا التاو صفر، دونك هادشي كامل كيساوي صفر. علاش؟ لان الليميت اكس يؤول الى زائد لا نهايه ديال اكس او كاري على اكسبونسيال اكس كيساوي الليميت ديال التعبير بجوار زائد لا نهايه ديال اكس على اكسبونسيال اكس اللي كيساوي كذلك زيرو. اذا دونك هنايا على حساب هاد الخاصية هادي، اذا شنو كنقولو هنايا كاستنتاج؟ كاستنتاج اذا في لي اف ولا منحنى الدالة اف او لا منحنى الدالة اف يقبل مقارب مائل. ندوزو لاباج اخرى نكتبو. قلنا استنتاج سي لي اف يقبل مقارب مائل. سي لي اف يقبل مقارب مائل معادلته إيكغيك يساوي إكس بجوار زائد لا نهاية. مزيان. جيم تحقق أن إف تساوي، ثم احسب لنتحقق أن f x تساوي x أو كاري ناقص x زائد x exponential x لكل على exponential x. لدينا دونك هنايا الدالة غنخدمو كذلك على التعبير الثاني اللي بيناه في السؤال. هاد السؤال اولا الف نخدمو على التعبير هذا. لدينا اف لي اكس تساوي اكس او كاري على اكسبونسيال اكس ناقص اكس على اكسبونسيال اكس زائد اكس. هنايا غنوحدو المقام، المقام الموحد هنايا هو اكسبونسيال اكس، دونك هنايا غنضربو هاد العدد هذا فاش في اكسبونسيال اكس غيعطينا شحال؟ يعطينا x او كاري على اكسبونسيال x ناقص x على اكسبونسيال x زائد x ضارب شنو واحد الماء اكسبونسيال x لكل على اكسبونسيال x. دونك كتساوي غنديرهم كامل تحت نفس المقام، عندهم نفس المقام اللي هو اكسبونسيال x. دونك هنايا نحطو هنا، دونك هنايا نجمعو غير بوسوط ناقص اكس ناقص اكس زائد اكس اكسبونسيال اكس، شي اللي مطلوب منا. دونك وصلنا في هاد السؤال، السؤال جيم فيه جزئين، الجزء الاول غنبي ان التحقق والجزء الثاني حساب ديال النهاية. نحسبو النهاية، لنحسب ليميت اكس يؤول الى ناقص لا نهايه ديال الداله اف لي اكس. هذا الجزء هذا لدينا ليميت اكس يؤول الى ناقص لا نهايه ديال الداله اف لي اكس تساوي
هنا ما نخدموش على التعبير مادام هنا تحقق، دونك راه غنستعملوا هذا الجزء. هذا هو غنستعملوا هذا الجزء فاش باش نجاوبوا على هذا هو. دونك غنعوض الدالة بهذا التعبير، هذا هو ما نعوضهاش لا بهذا ولا بهذا. دونك تساوي الليميت اكس يؤول الى ناقص لا نهاية ديال اكس او كاري الكل على اكسبونسيل اكس. دونك هنايا بجوار زائد ناقص لا نهاية هذا غيعطينا شحال، هذا غيعطينا زائد لا نهاية، هذا كذلك زائد لا نهاية حيت ناقص مع ناقص لا نهاية مع هاد ناقص هي زائد لا نهاية، وهذا غيعطينا شحال ناقص لا نهاية ضارب صفر شكل غير محدد. دونك شكل غير محدد لكل مقسوم على صفر اللي هو شكل غير محدد. شنو غنديرو هنايا؟ هنايا غنعملو بإكس في البسط ليميت إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية ديال إكس عامل لي إكس ناقص واحد زائد إكسبونسيل إكس الكل على إكسبونسيل إكس. هتعطينا شحال؟ هنايا قلنا ناقص لا نهاية، هادشي هذا غيعطينا شحال؟ صفر. قلنا هذا غيعطينا شحال؟ صفر. هذا غيبقى هو نفسه. دونك هذا ناقص لا نهاية، ناقص لا نهاية ضرب ناقص لا نهاية زائد لا نهاية، وهنايا ديال هذا صفر. دونك نقدر نفككو هذا، تعطينا هي الليميت اكس يؤول الى ناقص لا نهاية، هذا غنعزلو بوحدو، واحد على اكسبونسيال اكس ضارب اكس عامل لي اكس ناقص واحد زائد اكسبونسيال اكس. دونك غتساوي، لان هذا قلنا غيعطينا شحال؟ زائد لا نهاية. علاش؟ واحد على صفر زائد هي زائد لا نهاية، هذا قلنا غيعطينا شحال؟ ناقص لا نهاية. ده هذا كامل ناقص لا نهاية، ناقص لا نهاية ضرب ناقص لا نهاية زائد لا نهاية ضارب زائد لا نهاية هي زائد، هي زائد لا نهاية. كتعطينا قلنا زائد لا نهاية، لأن الليميت ديال واحد على اكسبونسيال اكس كتساوي قلنا زائد لا نهاية بجوار ناقص لا نهاية، و الليميت ديال اكس كتساوي ناقص لا نهاية بجوار ناقص لا نهاية، و الليميت ديال اكس ناقص واحد زائد اكسبونسيال اكس قلنا بجوار ناقص لا نهاية كتساوي شحال؟ ناقص لا نهاية، قلنا كتساوي ناقص لا نهاية. مزيان. دال دونك هذه هي النهاية، قلنا كتساوي زائد لا نهاية. دال
لنبين أن ليميت إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية ديال إف لإكس على إكس تساوي ناقص لا نهاية. لدينا الليميت بجوار ناقص لا نهاية ديال إف لإكس على إكس تساوي الليميت ناقص إكس زائد إكس إكسبونسيال إكس الكل على إكسبونسيال إكس، وتعطينا هي الليميت إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية ديال إكس إكسبونسيال إكس إكس أو كاري ناقص إكس زائد إكس إكسبونسيال إكس. غنختزلو بإكس نختزلو بهاد إكس مع هذا مع هذا مع هذا، وتعطينا كتساوي الليميت إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية. هنايا غتمشي إكس غتبقى عندي إكس، هنايا ناقص واحد زائد إكسبونسيال إكس على إكسبونسيال إكس. دونك غتعطينا شحال؟ غتعطينا ليميت إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية ديال واحد، غنعزلو المقام بوحدو على إكسبونسيال إكس ضارب إكس ناقص واحد زائد إكسبونسيال إكس. دونك عندنا هاد النهاية بجوار ناقص لا نهاية، هذا غيعطينا صفر، دونك هذا يعطينا يبقى ناقص واحد، و إكس غتعطينا ناقص لا نهاية حيت عندنا النهاية بجوار ناقص لا نهاية، و عندنا هذا كامل غيعطينا شحال زائد لا نهاية حيت واحد على صفر زائد هي زائد لا نهاية. دونك زائد لا نهاية ضارب ناقص لا نهاية كتساوي شحال؟ هي ناقص لا نهاية. هادشي اللي مطلوب منا. دونك قال لنا هنا بين بان اف دي اكس على اكس كتساوي شحال؟ ناقص لا نهايه. مزيان. التأويل الهندسي، قلنا نذكرو بالخاصيه ديال الفروع اللانهائيه. الى عندي ليميت اللي عندي الليميت ديال اف لي اكس اكس يؤول الى لا نهايه كتساوي لا نهايه، وعندي كذلك الليميت ديال اف لي اكس على اكس بجوار اكس يؤول الى نهايه كتساوي كذلك لا نهايه، كنقول بان السي دي اف يقبل. دونك هنايا كنقول بان دونك قلنا كتكافئ، قلنا هادشي هاد جوج نتيجات هادو كيعطيونا اش سي لي اف يقبل فرع شال جميع يقبل فرع شال جميع اتجاه بالفراش الجميع في اتجاه محور أرتيب. إن أرتيب هنا مادام حسبنا هاد الليميت هادي بالجوار ناقص لا نهاية لقيناها زائد لا نهاية، يقبل فراش الجميع في اتجاه محور الأرتيب الموجبة
عفوا محور الأراتيب موجبة محور الأراتيب الموجبة نعود قاعدة كيف دوك جا محور الأراتيب الموجبة بجوار جا محور الأراتيب الموجبة بجوار ناقص لا نهاية حيت هنايا عندي الليميت فاش ناقص لا نهاية ولكن الدالة كتمشي لاش قلنا هاد النهاية شنو كتساوي كتساوي زائد لا نهاية قلنا هاد النهاية شحال كتساوي كتساوي زائد لا نهاية دونك هنايا التأويل شنو غنقولو في هاد التأويل حسبنا النهاية بجوار لقينا ناقص لا نهاية إذا في دال دابا تتم ديال دال إذا ولا هو منه ولا استنتاج ولا التأويل الهندسي التأويل الهندسي التأويل الهندسي التأويل التأويل الهندسي للنتيجة للنتيجة المحصلة سيلي اف يقبل فرع شال الجميع في اتجاه محور راتب موجبة موجبة جوار سيل اف يقبل فرع شال الجميع في اتجاه محور الأرتيب الموجبة بجوار ناقص لا نهاية مزيان شكرا نكمل إن شاء الله في الفيديو الجاي الفقرة اللي باقية ديال المسألة دابا جاوبنا على أولا كبيرة وبدينا في ثانيا باقي لنا السؤال الثالث السؤال الثاني على ما أظن الثالث والرابع الله يعاونكم تحياتي